السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوان، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا الفيديو الإخوان، اللي غادي بغيت نوريكم الإخوان بالنسبة للناس اللي عندهم مرسيدس أو لا الناس اللي مهتمين أنهم يشتروا واحد السيارة مرسيدس، خصوصا دبليو 204 و دبليو 212. بغيت نوريكم بعض القطع الإخوان اللي بالمناسبة غادي نصيفطهم للأخ محمد من مدينة مراكش، وداكشي علاش إخوان بغيت هذا المناسبة بغيت نوريكم. أول حاجة هو هذا الكيت ديستريبيسيون، يعني هذا الاخوان كما كتعرفوا المرسيدس فيها لاشين، يعني سلسله. وريكم الاخوان هذا الكيت. هذا لي فيديو كيصلحوا حتى الناس اللي كيكون عنده انه فكره انه يشري واحد السياره مرسيدس وكيبغي يعرف يعني معلومات على هذا القطع ديالها. كاين الاخوان هذا طوندور، هو هذا الشكل ديالو، كيكون فيه الفلتاج هنايا. كاين هادو الاخوان كيتسموا اما ديغليسيير، انا نحلهم باش تشوفوهم. هذا هو الشكل ديالهم، كاين اللي كيسموهم ديغليسيير او، ولكن الاسم ديالهم الاخوان اللي غتلقاو في لي كاتالوج هما لي كوليس. لي كوليس هذا هو الشكل ديالهم. كاين فيها ما بلاتي نشوفو، كاين واحد جوج ثلاثة، فيها ثلاثة الإخوان. كاين هذا بينيو في لي كاتالوج الإخوان تلقاو غو مكتوبة غو دونتيك، هذا هو الشكل ديالو. فنصحكم الإخوان الناس اللي بغاو يبدلو يعني السنسلة ديال الموتور، نصيحة أنكم تاخدو كيت، كيت مجموع كتلقاو فيه كل شيء. هادشي جديد الاخوان. فيها جوج ديال لي بينيون، كاين الاول والثاني، وهذه هي السلسله ديالها. معنا الاخوان بالنسبه لهاد السياره كاين الفلتر ديال المازوت، فلتر المازوت هذا هو الشكل ديالو، يعني بالكابتور. فلا مارك مان فلتر اخوان. دابا انا غادي نعطيكم واحد النصيحه بالنسبه للناس اللي عندهم مرسيدس، على حسب التجربه اللي عندي الاخوان، تقريبا هادي واحد 16 سنه ديال التجربه اللي عندي في ميدان ديال قطع غيار السيارات. السياره ما نقدرش نقول واحده، ولكن كما قلت لكم على حسب التجربه اللي عندها واحد الحساسيه كبيره الاخوان اللي فلتر. الا بالنسبه للمرسيدس الا مشيتي درتي واحد الفلتر اللي كتكون الماركه ديالو يعني كما بين قوسين عيانه، بالدارجه ديالنا كنقولوا ماركه عيانه يعني ماركه ناقصه ما كتكونش ديال اوروبا، فراه كتشعل لكم الاخوان البوله في الطابلو، كتعلمكم بان عندكم شي مشكل. ربما ما كديرهاش لكم في الوقيتات الفيدونج، ولكن وقت تدوز مثلا واحد 10 ايام 15 يوم انت كتقول راه صافي درت الفيدونج راه ماشي منه، ولكن غالبا كتكون الاخوان من النوعيه ديال اللي فلتر. فردوا البال الناس اللي عندهم لي مرسيدس، النصيحه اللي نعطيكم دائما ديروا لابون مارك في لي فلتر. عندكم مان فلتر، لا مارك مالي، نوريكم كيفاش كتكتب. هذه لا مارك مالي، هي هذه لا مارك مالي. كاينه لا مارك ويكس، لا مارك بيرفلوكس، لا مارك اوفي، حتى هي الاخوان حاجه مزيانه. كاينه لا مارك فيبي، هادو هما اللي ننصحكم الاخوان ديروهم بالنسبه للناس اللي عندهم لا مرسيدس. الفلتر ديال الزيت ديالها هو هذا الشكل ديالو بالنسبه لل 204 و 212، كدار حتى كيداروا حتى سيارات اخرى اخوان، المهم مرسيدس. هذا هو الشكل ديالو، فلتر اوي الكارتوش. بالنسبه للفلتر اير هو اللي وريتكم دابا في مالو، الشكل ديالو هو هذا. هذا هو الشكل ديالو، المدخل ديال الهواء من هاد البلاصه هذه من هنايا. بالنسبه للفلتر ديال الكليماتيزور ديال لابيتاكل هذا هو الشكل ديالو،
بالنسبة للقطعة الأخيرة الإخوان هي لا بومباو، بالدارجة العامية كنقولوا البومبات الماء، هذه هي الشكل ديالها الإخوان. وأخيرا الإخوان هي الزيت اللي بغيت نوريكم. بالنسبة دائما الناس اللي عندهم لا مرسيدس تحترموا، راه ملي كتبغيو اصلا ملي كتبغيو تطفيو هذيك يعني ديروا الغوميزا زيرو في 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 الطابلو دبور، راه كيطلب منكم انكم واش درتو احترمتو هذيك النغم ديال المرسيدس. فدائما الاخوان تردوا البال، كما كتشوفوا راه هي النغم مرسيدس 229 MB 229. يلا الاخوان اللي عجبو هذا الفيديو الاخوان ما تنساوش ديروا لنا جيم، واللي ما مشتركش معنا في القناه الاخوان يشترك معنا، واللي بغى يتواصل معايا في الرقم ديالي في الواتساب عن طريق الاوديو هو 06 61 05 05 46. والى اللقاء.